هنتكلم بقى ازاي نحسب المين. انا عندنا سامبل مين وعندنا بوبوليشن مين. بالنسبه للسامبل مين بنرمز لها بالرمز اكس بار زي ما قلنا، وده عباره عن مجموع الفاليوز اللي موجوده عندي على عدد الفاليوز الموجوده، مجموع الاكس x1 x2 x3 x4 على عددهم. المجموعه كلمه سيجما قلنا، وهنرمز بالاكس اي، احنا قلنا الاي من واحد لعدد الفاليوز مقسومه على عدد الفاليوز نفسها اللي هو ال n small. يبقى المعادله بتاعتي الاكس بار بتساوي سيجما x1 x2 x3 x4 لغايه xn، بجمعهم كلهم على بعض واقسمهم على العدد بتاعهم. ارجو ان الاي دي ان تكون واضحه، يعني دلوقتي الكلمه دي هنقراها ازاي؟ اكس سب اي، لان الاي دي صغيره فبسميها سب، ومعناها ايه؟ معناها اكس 1 2 3 لغايه الان او عدد الفاليوز الموجود عندي. وده القانون اللي احنا هنستخدمه، ده لازم يتحفظ عشان كده ايه نحطها على الجنب علشان نستخدمه واحنا شغالين. دلوقتي هناخد سامبل مثلا student grades لعشر طلاب، عشر طلاب هناخد الدرجات بتاعتهم وعايزين نحسب السامبل مين. دول عشرة مش كده؟ يبقى الان بيساوي كم؟ عشرة. واحنا قلنا القانون بتاعنا اكس بار او المتوسط بتاع السامبل بيساوي سيجما اكس سب اي ديفايدد باي ان، مجموع الاكسز اللي موجوده عندي او الفاليوز على عددها. نعمل مسود ده كده على الجنب ونبدا ايه نجمع الارقام دي كلها مع بعض. هنجمع 69 و98 و82 و77 و71 و84 و55 للاخر خالص، هيطلع المجموع بتاعنا 778. يبقى انا الرقم اللي فوق البسط بتاعي او النوميريتور هو 778. الدينوميريتور ايه؟ اللي هو 10 عدد الفاليوز، وده بيديني 77.8. اعتقد يعني الموضوع سهل ما فيهوش حاجه. انا عايزكم تاخدوا بالكم بس من حاجه بس مهمه. دلوقتي الاعداد دي يعني الصغير بتاعها 55 والكبير بتاعها 98. لما تيجي تحط الاعداد دي تحطها على سيسو زي دي كده مرجحه، يعني لو حطيتها في النص ممكن المرجحه تتزن، لان الاعداد كلها في النص تحس انها كده ايه قريبه من بعض. انما لو انا جبت رقم بعيد شويه وحطيته هنا هينزل السيسو دي ناحيه الشمال. خلينا نوضح الكلام ده. الفاليوز اللي احنا عندنا دي هحطها على فولكرام سيسو. الفولكرام اللي هو نقطة الارتكاز دي اسمها فولكر، والسيسو اللي هي الحتة الخشب دي ولا العصاية اللي هنحط عليها الفاليوز بتاعتنا دي. تقسيمة الفاليوز احنا قسمناها خمسات تمام كده، وهنحط الفاليوز بتاعتنا داخل التقسيمة الرئيسية، يعني 55 60 65 70 75 80، وانا احط الفاليوز بتاعتها قيمتها على المرجحة. دلوقتي لو لاحظتوا هتلاقي ان في خمسة ديتا 1 2 3 4 5 موجودين على ناحيه الشمال، 1 2 3 4 5 موجودين على ناحيه اليمين. شبه تحس ان في شبه اتزان كده، في اتزان موجود في الداتا وانها قريبه من بعض وان الناحيه اليمين قريبه من الناحيه الشمال يعني. انما عايزين نعمل تجربه، ايه رايكم لو ندخل داتا كمان واحده كمان؟ يعني هيبقى المجموع كله 11 فاليو. رقم 10 ده يعني في واحد من الطلاب جاب 10، يعني ضايع خالص ما بيذاكرش، لكنه اتحط وانا بحسب المين بتاعهم كلهم اتحط معاهم. ما تيجي نشوف العشرة دي ممكن تعمل ايه. العشرة دي هتحط فين؟ ده العشرة دي في الاخر خالص في الحتة دي ورا. انا طبعا هكمل السهم كده تكملة واحط 10 في مسافة هنا بقى 45 35 25 كده. تحس كده ان العشرة دي لو انا حطيتها الدراع ده كله هينزل كده هيسقط، لان اصلا كان في اتزان. فهيحصل الاتي، العشرة دي هتسقط المرجحة ناحية الشمال، بقى المين اتجه الناحية دي. العشرة دي نزلت المين من النص لهنا مثلا في الحتة دي. الكونسبت ده مهم قوي 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 قوي، وهنفهم بيه حاجات كتيرة جدا. الفاليو ده العشرة، رقم عشرة بنسميه احنا
astronomical value، قيمة فلكية، ولو انت بتقارنها ببقية القيم هتلاقيها بعيدة قوي عن القيم، هي قاعدة في حتة وده قاعد في حتة تانية خالص، التركيز كله هنا وده بعيد قوي. يبقى الاسترونوميكال فاليو ده او بنسميه اوتلاير، الاوتلاير او الاسترونوميكال فاليو قيمة مهمة جدا بتأثر على المين، تضغط على المين وتنزله ناحية اليسار او ناحية اليمين حسب ما هو موجود يعني. طيب ندي مثال بقى للشغل بتاعنا في المستشفيات. هندي مثال average length of stay for admitted cases. في حالات يا جماعة بتخش المستشفى عندنا بتقعد يومين، أربعة، ستة، عشرة بالكتير، لكن أنا يهمني إن العيان يخف بسرعة ويمشي عشان يجي عيان تاني، مش كده ولا إيه؟ المجموع اللي على الناحية دي ده عيانين موجودين مثلا في شهر او في مستشفى من 2 ل 10 ايام، بينما المستشفى التانية دي او الشهر التاني او قسم تاني كان عنده حالات بتقعد يومين وحالات عنده بتقعد اربعة وحالات بتقعد عنده ستة وتمانية وفي حالة قعدت ميديو. يبقى انا المستشفى شغالة من 2 ل 8 حالات وفي حالة لوحدها قعدت ميت يو، ايه اللي حصل؟ طبعا القيم خمسة زي ما احنا شايفين الان خمسة، وده مثال يعني عشان نفهم بس. ما تيجي ناخد المين كده، المين بتاع المستشفى الاولانية دي 2 و4 6 و6 12 و8 20 و10 30، مش كده؟ ده المجموع وعلى عددهم خمسة بيساوي ستة، المين ستة. ما تيجي نحسب المستشفى التانية دي، الحسبة بتاعتها كام؟ 2 و4 6 و6 12 و8 20 و100 120 على 5 فيها ال 24، المين طلع ل 24. تلاحظ ان الاوتلاير او الاسترونوميكال فاليو ده سحب المين، خلاه بدل 6 خلاه 24، كبره فبعد المين قوي عن السنتر. هو سنتر بس ما هوش ناحيه الديتا اللي موجوده، ودي مشكله كبيره قوي في المين. نقول ملخص المين والحاجات المهمه اللي فيه، جدول صغير كده. عندي السامبل مين، جاي من السامبل ستاتستكس اللي هو الاس اس، وعرفنا ازاي بناخده، الاكس بار بيساوي سيجما في مجموع الاكس سب ايز، مجموع الفاليوز الموجوده على عددها. وافتكر الرموز الاس سامبل والاكس بار اللي هو السامبل مين والان اللي هو الفاليوز او عدد الفاليوز. البوبوليشن مين هيبقى نفس المقياس نفس المعادله، بس هنغير حاجات بسيطه، بدل ما هنقول اكس بار هنقول ميو لانه بوبوليشن، والمجموع زي ما هو، والبوبوليشن هيبقى الاكس واكس سب اي هتبقى الاي من واحد الى كل البوبوليشن اللي احنا هناخدها، لكن هيبقى العدد بتاعها ايه بقى؟ ان كابيتال اللي هو الكبير. وهنفتكر كويس البي للبوبوليشن والميو بتاعت البوبوليشن مين والان كابيتال اللي هو عدد الفاليوز الموجوده داخل البوبوليشن كلها. يبقى المين ملخص كده سريع، المين بيساوي الافريج، المين ممكن استخدمه للنون نيوميريكال والنيوميريكال داتا، الافريج بستخدمه للنيوميريكال داتا بس. المين او الافريج بيساوي مجموع او سم اوف اول داتا سيت ديفايدد باي ان، ان كابيتال يبقى بوبوليشن، ان سمول يبقى سامبل. ذا مين غالبا بنستخدمه في الداتا اللي هي الليفل اوف ميجرمنت بتاعتها اللي هو الانترفال والريشيو، انا مش هعرف استخدمها في الاوردينال او في النومينال اللي هما الديسكريبتيف داتا زي ما احنا اتفقنا. والاسترونوميكال نمبرز بتاثر بقوه على المين، وعلشان كده هستخدم حاجه تانية غير المين لما يكون عندي استرونوميكال نمبرز.